الله عز وجل. يعني وقفة متأنية، فكر بعدين بصراحة. يعني أنا واحد منكم، إذا واحد طلع عن الأربعين، يعني بصراحة هل بقي له بقدر ما مضى؟ لا، أغلب الظن لا، ممكن بس حالات نادرة فوق 80. لا لا، هل بقي له بقدر ما مضى؟ فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر. امبارح كنت طفل صغير وعندك صدرية، تروح على المدرسة وتأخذ جلاء وعشرات أخذ، وأبوك فرح فيه، بعدين حفظت الفاتحة، كل ما أجي أعطيه بابا تعال سمعوا الفاتحة. كنت صغير، شفت مرة بالمطار طفل يمكن خايفين يعني يأذي حاله، فعمل له يعني احفاظات بس مو معقولة كبيرة كثير، صار مثل كرة بالنص. قلت هذا كان لو صار وزير بعدين بينسى حاله، كان يحطوا له احفاظات ويحطوا له شغلات. هي الحياة. فأنت عيش المستقبل، عيش المستقبل. أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا، والمغادرة من كل شيء مبدئياً إلى لا شيء. ما في بيت، ما في سيارة، ما في سهرة، ما في دور كل ثلاثة، ما في سياحة، ما في طعام لذيذ، في قبر فقط. هذا القبر ما أحد بيسترجي يشك فيه، بدنا نموت. فالبطولة لا أن نؤمن بالموت، أن نستعد له. فرق، كل الناس مؤمنين بالموت لكن بعضهم يستعد له، والاستعداد له بالاستقامة والعمل الصالح، وأنت ما لك محروم من شيء إطلاقا. فلذلك كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لي صديق بالشام، والده من كبار الأغنياء، يعني البيوت بالشام 5 ملايين، 6، 7، 10، 20، بيته حقه 180 مليون بأرقى أحياء دمشق، 450 متر، الجدران مزدوجة مشان العزل، قسم شرقي قسم غربي، شيء مو معقول إطلاقا. يعني على أول الشتاء تجي حرامات من فرنسا، ما له وزن، هذا أغلى أنواع الصوف مهير، أغلى وزن. هاي الحياة تفوق حد الخيال. توفي هو ابنه صديقي، أنا لازم أكون بالجنازة. القبر اللي اشتروه فتحوا له في مياه سوداء، مياه مجاري، فلتان عليه مياه المجاري، ما بقى في حل. سألوا ابنه قالوا حطوا شو نسوي يعني. طلعت هيك أنا واحد منقول من بيت 450 متر، شيء تحار به العقول، في عنده غازات للسقف واصلة حقها مليون، غازات هيك زينة، هو تاجر تحف كان وعنده يعني أموال طائلة. هذا الإنسان حطوه ببيت بقبر في مياه سوداء، مياه مجاري، ما له حل، بده يمشوا في بجنازة عدد كبير طالع، وهذا فتحوا له في مياه مجاري، حطوا له شيء. أنا بقيت جمعة ما أقدر آكل، شو ها؟ كل بطولتك وكل ذكائك تعد لها الساعة. هذا القبر قد يكون روضة من رياض الجنة، قد يكون مد بصرك، وقد يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران. فلذلك أخواننا الكرام، قضية الدين قضية خطيرة جدا، قضية مصيرية، يعني سعادة للأبد أو شقاء للأبد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والآية بس